السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله معانا المحاضرة رقم 9 من محاضرات برنامجنا الهندسي الهيكراس. طلاب هاي المحاضرة طبعا أكيد قبل ما نبلش بننسى أن تدعون كل زملائكم اللي يحتاجون أو يستفادون من هاي القناة، وحتى توصلكم الإشعارات أول بأول سووا سبسكرايب للقناة وفعل جرس الإشعارات حتى أي فيديو إن شاء الله نسوي ينزل لك أو يوصلك فد إشعار بيه. محاضرتنا طلاب المحاضرة 9 لهذا اليوم راح تتكلم بخصوص انه اني شلون اقدر اسوي وير. وير اللي هو نوع من انواع السدود الغاطسة، يعني غاطس تحت الماء يستخدم بالانهار، يسمونه هذا طلاب الوير، سد الغاطس اخذته سابقا بتفاصيله. شلون نعرف نمثله او نقدر نمثله داخل النهر؟ مثل طلاب تقريبا هو شكله هالشكل هذا. طبعا استخدامات تعرفوهن، يحجز المياه، يقيس لكم نسب التصريف، ممكن نعرف اكو فلوت فيضانات او لا، يعني هواي الى استخدامات. احنا راح نجي نتعلم شلون راح ممكن احنا نمثله اليوم. نرجع طلاب الى برنامجنا، نفتح احد الفايلات اللي انشأناها سابقا، اوبن بروجكت ريفر، اوكي فتحناه. هسه نروح على ايد الطلاب جيومتريك داتا، حنفتح حياته طلاب انشأناه احنا سابقا. هذا نوع من انواع الانهار انشأناه، بي نوع من الريفر، وبي نوع من البراج انشأنا عليه براج سابقا جسر، وانشأنا ايضا عليه كلفرت عبارة صندوقية. طلاب بامكانكم ايضا تستنسخون، يعني بامكان انه انا حاليا مثلا الكلفرت احتاجيت ايضا هنا كلفرت او كذا، انا صممت التصاميم هاي، مجرد ما انك تضغط عليها edit براج اور كلفرت تختار من اوبشن هنا، تقول لك كوبي انسخ لي اياها مثلا وين، مثلا 11 بالستيشن، اوكي بال11. هسه حتقول له من هنا اوكي. طلاب شوفوا طلاب هاي تواجدت هنا. بامكانك ايضا لما تسوي جسر معين او عبارة صندوقية واحتاجيت نفس هذا التمثيل او نفس هذا الديزاين بمكان اخر، مجرد انه تنطيه كوبي على الستيشن اللي انت تريده. نرجع طلاب لتركيز محاضرتنا لهذا اليوم. طلاب حتى امثل سد غاطس لازم السد الغاطس هذا من امثله مو بمكان بين ستيشنين بيناتهم جسر، ما يصير، ولا بمكان بين ستيشنين بيناتهم فد عبارة صندوقية، لا، فلازم يكون المكان هذا ما في شيء حتى انه انا انفذ بالواقع كسد غاطس او كبنية جسم سد غاطس، اي نوع من انواع السدود الغاطسة. فمثلا هنا حنمثله هنا يا طلاب بين الستيشن 5 والستيشن 10. فش تسوي الطلاب؟ نروح على هذا الخيار اللي هو inline structure، نضغط عليه. بعد ما ضغطنا عليه راح من هنا راح يقول لك انه هنا no data، بعد انه اي نوع من انواع الانلاين ستراكشر ماكو، فهنختار طبعا دا يعطيك الريفر مالتك شنو اسمه والريت شنو اسمه. ليش؟ لان ممكن احنا ما راسمين نهر واحد، ممكن نهرين ثلاثة اربعة وملتقيات بنقطة انجكشن بوينت، فانا ممكن ريت اسوي بهذا الشيء هنا مثلا بهذا فانت من تختاره لازم تحدد له، تقول له يا ريفر راح اشتغل عليه، تنطيه اسمه، ويا انا هنا مسميت الارقام، ويا ريتش معجب راح تشتغل عليه، فتنطيه الاسم للريفر وللريتش يلا انه تبلش تشتغل بيه. هنا تنطي وصف عام ديسكريبشن عن الموضوع، انه ممكن توصفه بكذا بكذا، شنو هو مثلا هذا نوع السد الغاطس المن تستخدمه، اي شيء، انه انت لازم تسمي هذا description إله. فهسه نروح طلاب على option edit inline structure، راح يقول لك انطيني enter a new river station for the new inline structure in reach. يقول لك انطيني الستيشن وين حتخليه هذا هنا. هسه احنا قلنا حنثبته هنا، هذا الاثنين ستيشنات المكان اللي بيهم فارغ، لا بي عبارة صندوقية ولا بي اي منشأ اخر كمنشآت تشتيت طاقة او غيرها، ان شاء الله راح ناخذها بعد السدود الغاطسة. ان شاء الله المحاضرة القادمة حتكون بخصوص شلون اني انشأ بوابة، فاليوم فقط راح نركز على انه انشاء سد غاطس. فهسه راح نختار خلينا نقول 7، اوكي تمام. طبعا انطاك الكروس سكشن مال القناة الاصلي اللي احنا مثلناه، فهسه ذا يقول لك انطيني هنا ديسكريبشن، فحتنطي ديسكريبشن انت اي شيء يعني من البروجكت الخاص بك. بعد ذلك راح نمشي على هالخيارات الجانبية. اليوم الكلفرت احنا عرفناها سابقا، بس اكو نوع من الكلفرت خاص انه ما يكون كلفرت، يكون ضمن جسر معين، ضمن كذا معين، هاي ان شاء الله ايضا راح. هسه محاضرتنا بهذا اليوم راح نركز على الوير امباكتمنت، ان شاء الله اللي بعدها حناخذ الجيت، واللي بعدها حناخذ الكلفرت اللي يكون داخلي الاين ستراكشر. ف
فهسه وير امباكتمنت طلاب حيطلبون عندك انلاين ستراكشر وير سكشن اليفيشن، حيطلبون عندك الديستنس. شو تمثل لنا طلاب هاي الديستنس؟ تمثل لنا هي المسافه بين الابستريم بالضبط من جهه الابستريم الى الجهه الثانيه اللي يبلش فيها الكروس سكشن من المقطع الثاني من جهه الابستريم. ان شاء الله هسه توضح وكانه هاي طلاب الديستنس طلاب تمثل لك هاي المسافه من جهه الابستريم، المسافه منها الى الجهه الثانيه من الابستريم. ايش كتت هاي المسافه الكليه من الاسفل من جهه الابستريم الى الجهه الثانيه من الابستريم، ايش قد تمثل لك اياها تاخذها؟ طبعا هنا لازم المفروض احنا ننطقيا بروجكت حقيقيه حتى نمثلها. فهنا خلينا ناخذ اي قيمه 0.2 الويدث. طلاب يقصد بالويدث هو المسافه، طبعا هسه هنا تقولوا هذا سد غاطس الى اثنين عرض ممكن ويدث من الاعلى ومن الاسفل، من هو الافكتيف الفعال الاعلى؟ طلاب الاعلى هو هذا اللي يقصد به الويدث المطلوب مو من الاسفل. اذا تذكرون يصير شكله مثلا وكانه شكل مثلث كانه شكل مستطيل، المهم يمتلك اثنين ويدث. احنا الويدث الفعال واللي نشتغل عليه واللي يكون دائما مثلا يصير بفاكيوم انفجار غيره انه هو الويدث الاعلى. فهسه راح نعطي قيمه للويدث ويمثل لنا الاعلى. طلاب اذا جاك كروس سكشن كجانبي او غيرها لا لازم تاخذ الويدث الاعلى. فهسه هنا خلينا نقول 3 الوير كوفيشنت. اوكي هاي كل نوع من انواع السدود حسب المعادله الخاصه بالسد اللي يكون له معامل تصريف خاص به. ان شاء الله هاي طلاب ايضا كناخذها كبروجكت كتصاميم وغيره احنا ماخذينها سابقا. فهسه نجي هاي طلاب خواص خاصه بالانسيرت اللي حندخلهن، ممكن كلير نمسح، ممكن ديل، ممكن انسيرت الفلتر. اوكي نو بروبلم. هنا يا طلاب حيطلبون عندك الستيشن والاليفيشن. المهم طلاب للوير هنا يطلب انت هنا نرجع طلاب هسه على مجرى النهر هنا يا طلاب على مجرى النهر هذا شكل القناه، هذا القناه من الداخل هنا من نابلشيت من نقطه ستيشن 2 الى نقطه 4 وتصعد. هنا انا راح اخلي سد غاطس كان انشئ هنا مثلا. فهسه راح يطلب من عندي قيمة السد الغاطس، يقول لي وين تردين تنشئينه؟ مثلا انشئ هنا يا طلاب. فهسه راح انطي الستيشن والاليفيشن للسد الغاطس. فنرجع طلاب، ايش راح نقول له؟ نبلش من النقطة الأولى، وكأنه من وين راح يبلش هسه الستيشن؟ من نقطة 2، وش قد الارتفاع مثلا؟ 3.5، افتر ذات 3، افتر ذات 4. خلينا ناخذ طلاب، هسه الستيشن 2، الاليفيشن راح ننطهيا 3.5، after that الستيشن الثاني 3.5، الستيشن اللي بعده هنقول 4.5. بعد ما ثبتنا هاي المعلومات راح يطلبون عندك ايش قد قيمة الابستريم امباكتمنت، يريد من عندك السلوب، ايش قد السلوب بالنسبة للابستريم وايش قد السلوب بالنسبة لمنطقة الداونستريم. طبعا انت تنطيهن ايضا ناخذهم طلاب من تحريات كاملة. هنا الارقام دا ننطيها هي ارقام افتراضية، ليش طلاب؟ لان احنا هنا دا نمثل وكأنه قيمة. فطلاب مثل ما واضح امامكم هنا ينطينا الستيشنات ايدت ستيشن اند اليفيشن كوردينيت، after that يطلب عندك قيمة الابستريم امباكتمنت السلوب والداونستريم ايضا. بعد ذلك يقول لك حدد لي نوع الوير داتا. اول شيء تقول له اما بورد كريستد وير اللي تقريبا هذا شائع، والثاني الاوث اللي يكون ذات نهايه تكون احنا وكانه نهايه البيضه. فطلاب هنا من حددها راح طبعا هذا النوع يرتبط بالسبولوي بالمطافح، فيطلب عندك الهايت له والانرجي ايش قد يصير عمليه تشتيت بالطاقه او السي دي له. فتقول الارتفاع مثلا الى 1، الانرجي 0.2. بعد ذلك ما انطيته هاي القيم طلاب راح يقول لك هاي طبعا بالمناسبه طلاب القيم اللي يطلبها الانرجي هنا يقول لك بالفوت. فبالمناسبه احنا بامكاننا نحول الوحدات مثل ما تعلمناها باول محاضره، افتر ذات نقول له اوكي. بعد ما ثبتنا البيانات طلاب هسه هنا نرجع هنا نمثلها، يقول لك هنا حيصير لك شكل الوير بعد ما انت انطيته كل الاحداثيات المطلوبه. بعد ذلك طلاب احنا تقريبا هسه كملنا كجزء اول، ما راح نفوت بالجيت اليوم، حتكون على المحاضره القادمه ان شاء الله. هنايا تقريبا تمثيل للوير
ده يقول لك هنا انا راح امثل لك اياه، حيكون غاطس بهذا الاتجاه بالضبط هنايه، وهذا ارتفاع النهر او القناه فوقها بهذا الاتجاه ايضا، وكانه واقول 1.5 متر. بعد ما كملنا هاي البيانات طلاب، هسه راح نرجع على بياناتنا الاصليه. تشوفون طلاب مثلها هنايه، هسه انطاها تمثيل، هو هذا النوع من انواع السدود الغاطسه مثل لكم اياه هنايه. هسه نرجع نمثل ننطي وكانه من هنا يا طلاب، study flow analysis سميناهن انواع الجريان كذا، حنقول له complete وكانه حيصوران للبرنامج. after that close سنرجع طلاب، خنشوف نتائج الداتا اللي إله. هذا طلاب هنا امامكم دا تلاحظون احنا وين سويناها، اذا تذكرون وين سويناها بالضبط، اللي نوع من انواع السد الغاطس سويناه بالضبط هنايا بين الستيشن 5 والستيشن 10. طلاب هذا هنا امامكم واضح، اذا دا تشوفونه هياته بين 5 و10 على الستيشن 7. هاي نوع من انواع الوير، هاي المقطع الطولي طلاب بامكانك ايضا تدوره وتشوفه، ازيو لايك. ف هاي امامكم طلاب واضح، فطلاب هذا كمقطع طولي الى تحظون هنا تشتيت، وكانه صار عمليه تكسر بموجات المياه، وكانه ايضا هو يشتغل كمشتت للطاقه. خلينا نرجع الخيار الثاني اللي هو كروس سكشن إله. هاي طلاب امامكم هذا السد الغاطس الوير، هذا ارتفاع الماء من الاعلى بالنسبه الى او معبر الماء اللي فوقه. تلاحظونه طلاب هنايا، هنا تقريبا شكل السد اذا تلاحظونه انه يعني غاطس، ما يبين امام الناظر الاعلى، فيسمونه هذا النوع من انواع السدود وير، والا هو يفرق اكو عندكم نوعين من السدود الدامس والوير. فالوير اللي يكون غاطس، فلا تلاحظونه هو صح موجود، ممكن عمليات تشتيت طاقه، حجز للمياه، قياس للتصريف، بعض ايضا الى بعض الفوائد الاخرى، بس يكون غاطس، لذلك سموه بهذا النوع من انواع الوير. طبعا طلاب احد المشاكل اللي لازم نقضي عليها هو الضغط السالب اللي ممكن يتولد، ان شاء الله راح ناخذ الصفات الهيدروليكيه له. فتلاحظون الطلاب هنا هذا الكروس سكشن له. after that بامكانك ايضا تمثل المقطع الطولي له، البروفايل بلوتو طلاب، هذا هنا الوير تلاحظون امامكم بين الستيشن 5 والستيشن 10، هذا طلاب الوير كنا مثلناه احنا اوك او بورد كريستد وير نو بروبلم. هاي طلاب هاي هنا سابقا انشاناها، نوع من الجسور، نوع من العبارات الصندوقيه، هذا خط الطاقه التمثيل الى كامل، وايضا لان كل الخطوط موجوده هنا، هذا الخط الجراوند اليفيشن، جريد اليفيشن، جراوند، كل هالموجودات خطوط الطاقه كامله. هذا الخط الاصلي بين والرسم بتلاحظون هنا ايضا بين الاليفيشن وبين المين شانل ديستنس. باقي طبعا البيانات انه ايضا طلاب هنا هاي الاوتبوت البروفايل اوتبوت تيبل، وكانه هذا جدول الاكسل اللي المن طلاب هنا المن وكانه للوير. فتلاحظون هنا التصريف ايش قد بكل مكان، وده يقول لك التفاصيل هنا اكو كلفرت، هنا اكو فد نوع من الجسور منشا، هنا ان لاين ستراكشر منشا داخلي اللي ايش نقصد به الوير. ماشي طلاب، ان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم تناولت او تعلمنا بيها شلون احنا ممكن نمثل نوع من انواع السدود الغاطسه او الانلاين ستراكشر ان شاء الله باذن الله. بمحاضرتنا السابقه او اللي قادمه ان شاء الله راح نتعلم طلاب، هذا طلاب تلاحظون امامكم الانلاين ستراكشر، راح نتعلم ان شاء الله شلون نمثل الجيت البوابات، وايضا انواع البوابات، وبعدها الكلفرت الداخلي. إن شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم كافية وتعلمتوا بيها هواي أمور. دمتم بأمان الله وحبا، نلقاكم بالمحاضرة القادمة.